سيداتي سادتي متصفحي الانترنت وموقع شركة الجسور الالكتروني، نحن اليوم 9/9/2015 بمنزل السيدة مجاهد العليا، مغربية مقيمة بالديار الفرنسية. برحابة صدرها استقبلتنا في منزلها البهي بكرمها واريحيتها، ابت الا ان تدللنا بتصريح يهم قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تصريح يهم ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج بملكهم وعرشهم ووطنهم، تصريح يلفت الضوء إلى العمل الجمعوي الذي من الممكن أن تقوم به أعضاء الجالية المغربية في بلدهم الأم. سيدة العليا، نحن الآن على مشارف عيد الأضحى المبارك، وقبله كانت مناسبة غالية، مناسبة عيد الشباب ومناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حين صدح عاهل البلاد بخطاب أولى فيه كامل العناية والرعاية والاهتمام بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. مدام العالية مؤسسة جمعية العالية للخير والإحسان، مقرها بمدينة وجدة ومقرها بالضبط في جناح خاص بالجمعية بمنزلها العامر. ماذا تقولين للمدام العالية أولا؟ أولا مرحبا بكم سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الأخيرة الأولى اللي غادي نقولها، نهني سيدنا والأسرة العلوية من عيد الأضحى، وإن شاء الله يعيدوا بالصحة والهنا، والمسلمين كاملين والمغرب كامل. ونقول لك سيدي، راني نفتخر بزاف ببلادي عز البلدان، راني نفتخر بها بزاف، وان شاء الله نكونوا دائما فرحانين ودائما ناشطين ودائما ان شاء الله نكونوا هكا راسنا مرفوع صاحب الجلاله سيدنا نصرول الله وعزو الله والاسره العلويه كامله. وهذه الجمعيه سيدي اللي هضرت عليها انايا، هذه الجمعيه راني درت فيها يدي، ان شاء الله تكون جمعيه خيريه للمغاربه ان شاء الله كاملين اللي محتاجين باش نديروا هذه الجمعيه اللي درتها. راها ماشي واحد اللي غادي تصفق ولا غادي نقولوا احنا كفينا كاملين بعضنا بعض، رحنا نتعاونوا ان شاء الله، وكل واحد ان شاء الله يدير يده بالخير، وغادي ان شاء الله نزيدوا لقدام وغادي نكونوا مزيانين. وحنايا بغينا غير باش نعاونوا بعضياتنا، اللي ما عندوش واحد الحاجه الاخر يعاونوا فيها. حنا ماذا بينا واحد الكاس نشربوا فيه كاملين، ولا واحد الخبزه ناكلوا بها كاملين. وهذا الشيء اللي انا هذه شحال من عام هذا الشيء وانا نقول باش غادي ندير، ومع الظروف ومع الدراري صغار ومع الدراري في ليكول ودروك، بغيت باش ندير هذا الشيء. ساعدني راجلي الله يحفظه ان شاء الله والله يخليه ليا، السيد غنزور عبد الحميد الله يحفظه ويخليه ان شاء الله ويطول له في عمره. ساعدوني وليداتي الله يرضى عليهم كاملين. وليداتي فرحوا بزاف، قالوا لي ماما من راكي غادي ديري هذا الشيء ديال الخير، حتى حنا رحنا معاك وحتى حنا نعاونوك. وهذا الشيء من طبيعه الحال ماشي هذا الشيء راه جاري به العمل، اللي قد على شي حاجه يديرها الله يعاونه ان شاء الله. ونطلبوا ربي ان شاء الله كاع المغاربه الله يجعل ربي يعاونهم، واللي بغى شي حاجه ديال الخير الله يجعل ربي يعاونو فيها، والله يجعل نكونوا يد في يد ونكونوا ان شاء الله هانيين ونكونوا مزيانين، ونفتخروا بالمغرب ونفتخروا ببلادنا، بلاد زينه بلاد نقيه، البلاد اللي ما كيفها حتى شي بلاد. وراني نقولها وراني نعاود، وبلادنا زينه بزاف. واش غادي نقول للناس اللي راهم غالطين، نطلب ربي الله يجعل ربي ما يغلطوش ويفهموا باللي بلادنا راها مزيانه، لا هنا ولا حتى الناس اللي راهم يعاملونا في الخارج، راها الناس اللي راهم يعاملونا في الخارج. تفضل سيدي، راك هضرت معايا قبيله بغيت تناقشني في شي قضيه. مادام ذكرتي لنا الخارج، مادام العاليه صاحب الجلاله نصره الله في خطابه الاخير اوصى الهيئات الدبلوماسيه بإيلاء كامل العناية والاهتمام للجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء عبر القناصلة أو مكاتب السفارات، لكي يكونوا في مستوى انتظاراتهم ومستوى طلباتهم. هل ترين أن ما رأيك في هذه المنحة اللي
بين الاهتمام تاع صاحب الجلاله بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. نعم سيدي، هذا الشيء اللي قال سيدنا رانا راني عارفه باللي هذا الشيء راني قديمه في فرنسا، وهذا الشيء راه كاين شي مخطرات يوقعوا شي حوايج، واني عاوتاني حنا خاصنا الناس اللي نمشيو نخدموا في وقتنا الله يهدينا، خاصنا نخدموهم شويه، وراه الغشي بزاف، وراه لا السفاره ولا القنصله. يعني راني نقول لهم راه حتى واحد ما مشى يخدم ورقه وردوه من القنصله ولا من السفاره، وحتى واحد ما مشى يجيب باسبور وقالوا له ما نعطيوهالكش، حتى واحد ما مشى يدير لك كارت ناسيونال وقالوا له ما نعطيوهالكش. هذا الشيء الا كاينين حوايج اخرين الله اعلم. هذا الشيء نتاع كوارتنا حنا نتاع الجاريه نتاع الخارج حتى حنا خاصنا نتنظموا شويه، لاخاطش من نمشيو عند القور راه حنا نشدو التيكي تاعنا ونتنظموا ونتمشاو بالعقل، ومن نمشيو في عند المغاربه تاعنا راه حنا شي بقى يدفع في شي، خصنا حتى حنا نتنظموا، ماشي غير الناس اللي خدموا تما، وحتى الناس اللي خدموا تما نطلبوا منهم حتى هما اللي مشى لهم على شي كارت يسجدوه، واللي مشى لهم على شي حاجه يسجدوه، باش ما يكونوش المشاكل وما تكونش ديك القوه ياسرة بزاف، ما يكونش هذاك روحو ولي وما تكونش حتى هما ينقصوا على روحهم الخدمه. هذيك روحو ولي راه انا مزياناش، كاين اللي خدام، كاين اللي مريض، كاين اللي انديكابي، كاين كل واحد وكيفاش. بصح انا نقول لك سيدي انا هذا الشيء ما وقع ليش، عمر ما وقع لي في الكونسوله تاعنا ولا في لامباساد، عمر ما وقع لي شي حاجه اللي مشيت عليها ووليت، غير الا كان خاصني شي كاغط، الا كان خاصني شي ورقه ولا كان خاصني كاغط اللي اوبليجي نسجدو، راه اوبليجي غادي هذاك الكاغط غادي نردو لهم غادي نجيبو، ما حناش غادي نمشيو ثاني عند الكونسوله ولا عند لامباساد بلا قانون. خاصنا نديو القوانين تاعنا وراه حنا نشدو حتى حنايا التيكي، وراهم يلغاو بالسميه وراهم يسجدونا، واني عاوتاني راه الغشي بزاف، الله يحسن العون، راه كل واحد الله يحسن عونه، حنا خصنا نتنظموا وهما خصهم ثاني يسجدونا. ونشكر بزاف سيدنا نصره الله اللي هضر علينا وهضر على الحقوق تاعنا وهضر على القانون تاعنا، نشكره بزاف الله ينصرو. وبهذه المناسبه نبارك لهم العيد الشباب، ونبارك لهم اي حاجه صرات، وعيد الاضحى اي حاجه صرات في بلادنا والى هو بسيطه صغيره نباركوا عليها لبلادنا. لحقاش حنايا رحنا في الخارج ورحنا الجاريه تاع الخارج راها مخصوصه لبلادها وتبغي بلادها، ورحنا بلادنا زينه ونبغيو نجيو نشوفوا بلادنا ونمشيو، وتاني حتى تما راهم عندنا وليداتنا راهم عايشين تما، حنا وليداتنا فين ما كانوا بغاو يعيشوا راهم يعيشوا، لا جاوا لبلادهم راه بلادهم مفتوحه لهم الباب. ولا عاوتاني بقينا في فرنسا ونمشيو ونجيو، حنا ما غاديش نقولوا رحنا في فرنسا حقا لا بلادنا ماشي زينه ولا ما بغيناش بلادنا، حنا رحنا تابعين للخبزه مشينا لها صغار، ما غاديش ما قدرناش باش عاوتاني نرجعوا. حنا اللي رحنا اللي راه يدي لا غوتريت وبغى يدخل لبلادو راه بلادنا زينه، واللي بغى يبقى في فرنسا راه فرنسا اللي راه يتمشى حتى هو بالمعقول وراه بالقانون ديالو، راها فرنسا حتى حنا ما راهاش نقولوا راه مكرفسين علينا ولا ما قالعيناش حقنا وما مكرفسينش علينا، بصح حتى حنا لا ما دينا لهمش القانون وما عطيناهمش هادي، كل واحد راه يتمشى على حسب المهنه ديالته والحاجه اللي عنده. هادشي اللي انا راني غادي نقول لكم، واش غادي نقول لكم الله ينصر المغاربه كاملين، ونحيي الجاريه الجاسور نحييها بزاف، لحقاش بديت معاهم باش غير باش نهضر على شي حاجه، صدقوا مشرفيني وصدقت معاهم ودرك شرفوا لي الجمعيه ديالي. نطلبوا ربي ان شاء الله الله يوفقنا ونتعاونوا ان شاء الله حنا المغاربه كاملين، ونطلبوا ربي يكون واحد الحماس مع بعضنا بعض، وتكون واحد الغيره على بلادنا، وتكون واحد الغيره نغيروا على مليكنا وعلى بلادنا. ولادنا درنا كل شيء هذا الشيء راه حنا المغاربه عز الناس وعز البلدان والحمد لله. واش غادي نقول لكم الله يحييكم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتفضل سيدي لا تستعجلي لالا العاليه، باقي هناك ما نقوله لك، باقي كان هذا الصراع. مرحبا سيدي. السيده العاليه كانت موضوعيه في تحليلها، اعطت
لكل ذي حق حقه بقدر ما دعت إلى ضرورة التعجيل بقضاء مصالح المواطنين المقيمين بالخارج في ظروف حسنة، بقدر ما كذلك أعذرت وقدمت أعذار للطواقم الإدارية بالسفارات والقنصليات لأنها تعيش إكراهات من حيث الأعداد البشرية وأعداد المغاربة المقيمين بالخارج، وفي ذات الوقت تدعو أعضاء الجالية إلى التحلي بروح الصبر والتعاون مع الموظفين وتمثيل المغرب في أحسن وجه على مستوى الإقامة. كذلك أعطت فكرة عن حب مغاربة العالم ومغاربة المهجر لوطنهم وملكهم وتشبتهم بمغربهم وأرضهم. كذلك أعطتنا فكرة عن الجمعية التي أسستها على خلفية خيرية إحسانية محضة لا تتوخى من ورائها إلا الخير وبناء والإسهام في بناء لبنات الوطن، وذاك ما نرجوه من المجتمع المدني، وهي بذلك تؤسس لطفرة نوعية في أداء المجتمع المدني الذي قوامه من الآن فصعيد عمال المغاربة المقيمين بالخارج. مدام العالية، بالأمس القريب عشنا جميعا كمغاربة محطة انتخابات ما بعد دستور 2011. انت كيف شفتي هذه الانتخابات؟ كيف بانت لك هنا في وجده مثلا، ولا في احفير، ولا في المنطقه الشرقيه؟ بغيت باش نهضر لك شويه على الانتخابات. انا شويه ما عنديش مع هذا الشيء نتاع الانتخاب، لحقاش حنايا في باريس راك عارف الانتخاب تاعنا كيفاش، غير الا كان شي انا على حسب ما شفت هنايا الانتخاب يبانوا لي ناضوا في الاول، ناضوا بزاف، ناضوا الصوات بزاف ترشحت الناس بزاف، وفي التالي يبان لي شويه سميتو وين حنايا بغينا هاد الناس اللي انتخبوا، وهاد الناس اللي انتخبوا عليهم بغينا خصهم يخدموا الا كان ما خدموش راه ما كاين والو. حنا ما بغيناش غير السي فلان، بغينا السي فلان واسمو دار في بلاده واسمو دار لولاده. شوف اخويا المرشح وخويا الرئيس اللي ترشحتو واللي طريستو، نشكركم بزاف ومبروك عليكم وبصحتكم، ما نقول لكم والو. انا يعني لحقاش انا خطيني باش ندخل بشي واحد اللي عنده حقه، هذاك من حقكم، حقكم نصيبكم جاب لكم. واني نقول لك اخويا احسب هاد الوليدات نتاع الناس، احسبهم كلهم وليداتك، واي بلاصه اللي تريس فيها شي واحد نشكره بزاف ويكون في المستوى تاعو ويخدم بلادو، باش الا خدمنا كل واحد خدم شويه راه غادي الدعوه مزيان. كل واحد يخدم شويه، خصكم تخدموا وخصكم تبينوا، بينوا لنا باش مره اخرى ثاني نبقاو فرحانين، باش فين ما تكون شي حاجه بينوا لنا. راه انا شفت مدينه حفير، مدينة حفير ما تقعدتش، بقيت على مدينة حفير مازال فيها الحفر في الزناقي، مازال السبيطار مساكين راهم يعانيو، النساء راهم يمشيو يولدوا في بركان ويجيو الوجدة راهم مساكين، راهم كاين اللي يموت له البيبي في الطريق، كاين اللي هو يموت، كاين اللي مسكينة يموت لها البيبي في كرشة يقعد شهر و 15 يوم عادوا يمشيو يحيدوه لها. احنا بغينا ديروا لهم واحد السبيطار مساكين فين يولدوا، وديروا لهم واحد السبيطار فين يسوانيو. وفي الاول سمعنا كاين السبيطار شويه، قالوا السبيطار دار في السعيديه، علاش احفير ما يدارش فيها السبيطار؟ السبيطار فيها الناس وراه فيها الناس بزاف، واحفير ما تنساوش بلي احفير راكم عارفين احفير فين راها، وراكم عارفين احفير القيمه التاريخيه ديالها، القيمه نتاع التاريخ تاع احفير، ومن احفير ما تنساوش احفير، وراه احفير حتى حنا كانوا والدينا مقاومين وحلف با وقال انا ما ناكلش الدم ديال حبابي، ما داش با بالله يرحمه، ما كان مقاوم وما دا والو، ما بغاش كاع يقدم راسو. لحقاش علاش هذاك الشيء داروا البلاد ولولادو، هذاك الشيء داروا البلاد ولولادو، ما دارش باش يتخلص، ما باع ما شرى. المهم بغيتكم هذاك احفير خصكم تقدموا له شويه، وخص احفير خاصكم تبانيو به شويه مسكين. انا راهم شكاو لي صحاب حفير وراني نشوف صحاب حفير كيفاش راهم، وصرات حاجه قدامي الصيف اللي فات مواد سبتمبر، صرات حاجه قدامي، بنت حفير
راه مات لها البيبي في كرشها 20 يوم وهو ميت، انا اللي هزيتها وديتها للكلينيك ودرت لها الباراسيون وفتحوها وحيدوا لها الولد مولا 20 يوم ميت في كرشها، ولد واجد مسكين الله يرحمه. وهذا الشيء لو كان عندنا القوام وكان كان في السبيطار فحفير ما كانش غادي تصرى هذيك الحاله، وراه كاين لي بروف وكاين كلشي الكواغط وكاين، كان ما غاديش تصرى، وكاين حالات وحالات وحالات، راه كاين حالات بزاف على هذا الشيء. خاصكم احفير تعوضوه وتخدموا الزناقي، راه كل حفره فيها قد الجفنه، راه فيها الحفرات، انا راني نهضر بالدارجه، مغربيه حره، مغربيه حره. المهم راه احفير خاصو السبيطار وخاصكم تباليو به شويه، راه خاصو يتصاوب ودوك الحفاري خاصهم يتصاوبوا، وخاصكم تخدموا شويه اللي ترشحتو وديتو الرياسه. مدام العليا، كان هذا تصريح سيدتي سادتي للسيده العاليه مجاهد، مغربيه مقيمه بفرنسا، رئيسه جمعيه العاليه للخير والاحسان بمدينه وجده. صريح عفوي وتلقائي ينم عن روح المواطنه الصادقه والوطنيه والمسؤوله. صريح جمعت فيه بين التهنئه للعاهل البلاد وبين وبين مسؤوليه المغاربه المقيمين بالخارج في تعاطيهم مع الادارات والمرافق الاداريه بفرنسا او غيرها من الدول، ودعوه الى المنتخبين الذين تاهلوا بحكم انتخابهم بالانتخابات الاخيره لاداء مهامهم على احسن وجه خدمه للوطن وللمواطنين. مدام العاليه، نشكرك جزيل الشكر على هذا التصريح الذي هو بمثابه صرخه نابعه من صميم القلب، محبة منك للوطن وللملك وللمغاربة، وأنت تفتخرين بمغربيتك ووطنيتك. كلمة أخيرة مدام العليا. الكلمة الأخيرة غادي نقول لك الله ينصر سيدنا والله ينصر المغاربة كاملين فين ما كانوا، ونحيي جارية الجسور ونحيي كاع الناس اللي عندهم غيرتهم على بلادهم، نحييهم نحيي المغاربة تاعنا اللي غيروا على بلادنا ويغيروا على ملكنا ويبغيوا بلادنا، نحييهم بزاف. وان شاء الله يا ربي غادي رحنا فرحانين ببلادنا وغادي نزيدوا لقدام ان شاء الله، بلادنا راها زايده لقدام وتزيان زادت تزيان، ونزيد نزيد نزيد نتمنى نزيد نشوف بلادنا راها زينه، ونزيد نشوف حنا مواليها نزيدوا نتسقدوا ونتزيانوا ونتنظموا ونديروا يد في يد ونكونوا واحد ان شاء الله مغاربه حرار ان شاء الله. سيداتي سادتي، كنا اذا مع تصريح السيده العاليه مجاهد رئيسه جمعيه العاليه للخير والاحسان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وندعوكم للقاء اخر مع فاعله جمعويه سواء من ديار المهجر او من المغرب. ندعوكم جميعا الى الالتفاف وراء صاحب الجلاله ووراء كل مبادره انسانيه وخيريه تسعى الى الاسلام في بلادنا في هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.